الانتاج تاع الخضره راهي مليحه، راهي كلش راهي. هاي الزروبيه هنا عندنا 2000 فراك، البيطراف 2000 فراك، الكورجات راهي عندي من 4000 ل 3.5، البطاطا راهي شويه الانتاج تاعها شويه ناقص، من 4 ل 4.5، وتاع واد سوف راهي دايره 52. اما على كل حال راهم يخلصوها في واد سوف، الناس اللي راهم يروحوا تاو عنا يجيبوها تاع المارشي دو غرو راهم يخلصوها ب 5048 في واتسو، راهم يجيبوها هنا يبيعوها ب 52 53. حنايا ان شاء الله سيدنا رمضان هذا الله يجعله بالصحه ويستر علينا وعلى الامه العربيه اجمعين. الخضره راهي مليحه، احنا ما نشوفوش برا قال ديتايون، راهي بالحاضر هنايا راهي كل شيء راه رخيص. شوفوا لنا السلعة راهي كاينة على راسها، كيما رانا مصباح حنا فاتحين ما كانش لا بيع لا شراء. زرودية راهي مطروة من 2000، كيما تشوف الشعب ما يجيش دروب، كي الحق رمضان تبقى زرودية كامل طلع عطينا عليها، وهي زرودية مازالت كاينة. كيما راك تشوف هنا رانا في سوق الجملة، ما كانش المشتري، السلعة راهي كاينة، والشاري ما كانش، السلعة راهي تدخل يوميا، تدخل السلعة، ويوميا تتراكم. وما كاش كيما راك تشوف فيها الكاميرا ومصباح راه مشارش شاري ما كاش يا متزارة هذه متزارة والله لا متزارة متزارة سوريا مش السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اسمح لي اسمح لي اسمح لي. بداية عظم الأجر. بداية عظم الأجر إن شاء الله الله يرحمهم ويسعدهم. إن شاء الله. وربي يا سيدي الراي، حساسين بزاف يا سيدي الراي، ليسي هذا موش محمي، موش محمي، كاين معاك في الوطن، عشت شركة الملك، وراهم يتعدوا على بنات الناس، هذا جاي من عندهم من عندهم، نورمالمون هنا وين يدخل، المدير 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 أنا الحق أنا واحد من الناس الحق سي درجة مع ناس شكاو بيا، من نضرب واحد ولا نقول له علاك تعدى على هذيك ولا يطيروا عليا، أما هذه الوضوء هذه السنارة مولاها كان جاي في الموسيقى 11 واحد راه ميت هنا في هذا الدوار، الدراري تاع الكل والدراري تاع الكل بلا حساب، وحنا قلنا لك على التوسيعة تاع الطريق هذه، هضرنا معك على الشوك هذا، قلنا لك أودي يقول المير توسيعة يقلع لنا هذا الشوك، وهضرنا حديث ولا حرج. حنا هضرنا معاك نهار اللي جيت وقلنا قلت لنا مناطق الزر مناطق الظل الى الاناره هو الطريق والنقل، وهذه وامرت قدامنا رئيس البلديه وقلت له قال لك سي بون ما كان لا راك في 6 اشهر ما كان لا نقل لا اناره لا طريق وراك ها النتيجه. حنا لا باغيين غير صطاد ولا هذا حاجه للدراري، هذا ما خاصنا، والطريق وهذا مكان علاه دروك هذه اختي وهذه بنتي كفاني خدك وبدك وكاع نتحمل المسؤوليه. يعاينوا الجماعة مع رئيس الدائرة والمدير يعاينوا الطريق الشيء اللي ضروري نديروا فيه. سي الديوالي كاين نقطة نعطيها لك تفتح خلينا نعم. سي دور على الدواري لا تسيب واحد من 20 سوداء خاطي طريق ما في ناس صافيين. خدمنا الوطن هذا صافيين. خدمنا صافيين. وحنا من خبره وشي 150 مليون قعدوا قاعدين نتفرجوا فيها من 2018. حنا شينا سيد الوالي هذا تاع 500 متر كبير هذا نديروه فيه كيما الحسب نقولوا يا سيد الرئيس يا سيد الرئيس دير لي من خبره خلي هنا نتفرجوا فيه اعطيه من خبره نتاع سيدي اش واش تقول؟ ايوا وانتم تمحنوا كيفاش نديروا حاجه واحده اخرى؟ اون برونشار انا راني قلتها ونعاود فيها راني جيت دوك الحقيقه جامي دخلت في الدروع القديمه ولكن اللي فت النخل هذاك قلبي كلاري والله تدخل داخل الشيخ تبكي عفنا دموع صاي خلاص ديجا راني كفيت برا مليح هذا ما تدخل داخل ما مليح الا تشوفها مليح ليش حطيه تشوفها مليح الا انت تشوفها مليح انا ماشي نشوفها احكي لك برك يعني مليح الداخل راهم فاضيين صاي هكذا تروفي فوالا سوليسيون بوكي سوي لي جاي سبحان الله هكذا سمحوا لنا المواطنين ولكن نحن نقول بلي ما شافش واحد تقلوا بها هذا اللي نقدر نقول ربي يقويك السلام عليكم
الرئيس انا ما عنديش زوج كلمات، يكمل ويخرج الفذو في القضيه في العداله ونعوض ليا كلش، ما عنديش حاجه واحده اخرى. نحرمه منها ونجيب لي يكمل، نحرمه منها ونجيب لي يكمل. سيد الولي والله هي المقاول، اسمحي لي المقاول هذا والله لا شفته ولا نعرفه. لماذا؟ لأنه انا ما يهمنيش شكون هو، انا يعرفني مقاول نتاع انجاز، يلقي يكمل ويخرج وتخلصوا. دورو من الرئيس ما سلكتش، ما خلصتوش انتوما، ما سلكتوش. لا علاه ما خلصناش؟ لانه ما لقيناش مع من نهضروا، لانه كل خطره يتلعب لنا ويروح يجي يخدم نهار زوز ومن بعد يروح شهر. الرئيس 2016 إيه؟ رانا في 7 سنين، رانا في 7 سنين ديلي نتاع 5 موا يا اخي هكا 5 موا اللي شفتها. نعم نعم رانا في 7 سنين. كاس كاس باس سيد الرئيس، تي برونشاج المشاكل نتاعك، بغيتو يعاونوك الجماعه اللي يديروا لك يعاونوك، مي جو فو كو سوا تيرميني. هذا ما كان، ارفض العداله، ارفض العداله القضيه وخليه يروح على روحه، وجيب لي كمال الدراهم راهم عندك. الدوله خص الدراهم هادو باش يستافدوا منهم المواطنين، ماهوش باش يبقى هكذا قاعدين. دوك العقود لا سيمان، لا سيمان هذه يكملوا معاه، ما يكملوش دوسي في العداله، ايفو لي ديبودي وراح يروح على روحه. دونك بسم الله الرحمن الرحيم، جمعيه اصدقاء البيئه والطبيعه بمدينه البرج، جمعيه فرديه عندنا في التسليم ملي تاسسنا بدايه 2018. اطلقنا عده حملات تشجير في مدينه البرج، سميناها ب 1000 شجره لعاصمه البيبان. كل عام نديروا 1000 شجره لعاصمه البيبان. هذا التشجير من جهه راه متواجد في قلب مدينه البرج وفي اكبر شوارع المدينه. للاسف يعني نشوفوا نقص التشجير، وخاصة الصيف كنا لنا 6 شهور صيف، دونك حبينا نديروا ميكرو كليما في مدينة البرج عن طريق تشجير نوعي. كنقولوا تشجير نوعي هي أشجار ذات نوعية جيدة ومن الحجم الكبير وتتلائم مع مناخ المدينة. من نوع الأشجار اللي جبنا الفيكوس ريتيزا، جبنا الصفورة، جبنا الميليا، جبنا الجاكاروندا، تعتبر من أجمل الأشجار على مستوى العالم. دونك حبينا بهذا الأشجار نزينوا الشوارع الرئيسية لمدينة البرج ونعطيو لها منظر جمالي. احنا دوكا هذه العملية راح كانت بمساعدة المحسنين أبناء المدينة هذه وناس ولات مدينة البرج اللي عاونونا ماديا باش قدرنا نقتنيو مجموعة كبيرة من الأشجار، كما سنا ما يفوق 1000 شجرة. وكذلك الشبيبة هذه اللي كاين الطبيب، كاين المهندس، كاين البطال، كاين الحرفي، كاين كل أطياف المجتمع راهم في الجمعية هذه. نفتح قوس برك باللي كاين ثاني في بداية العملية كنا تقدمنا السيد الوالي بالمشروع ورحب بالمشروع، وزاد كيما نقولوا شرينا مجموعة من الأشجار. يعني دوكا راهي العملية راهي في نهايتها، باسكو بداية العملية كانت في 25 أكتوبر بمناسبة اليوم الوطني للشجرة، ودوكا رانا فريسك منذ أيام، كنا 21 مارس اليوم العالمي للشجرة، كملنا سامبوليكمون وشوا مازالتنا شوية خدمة قبل رمضان أنا نتمو فيها. دونك الهدف تاعنا كيما قلنا هو إعطاء المنظر الجمالي للمدينة، ونتمناو الناس يحافظوا على الأقل يحافظوا على هذا المكسب البيئي. كذلك دوكا راه عندنا تحدي واحد اخر، دوكا عمليه غرس بلاسك راهي في نهايتها، ولكن محافظه على ما تم غرسه، وخاصه عمليه السقي. نعرفوا المناخ تاع مدينه البرج ابتداء من ابريل وماي راح تولي سخانه كبيره، وحنا رانا في مشروع اخر من اجل اختناء شاحنه للجمعيه من اجل القيام بعمليه السقي. لهذا نطلب من المحسنين ونطلبوا من السلطات يتعاونوا على عمليه السقي، وان شاء الله الشعار تاعنا هو معا من اجل بيئه سليمه ومدينه الاجمل. بارك الله فيك. كإجراء احترازي يعني في هذا الحدث اللي هو زلزال اللي ضرب البارح مساء، وزاد عد من وراء عدة
هزات ارتدادية ووقعت شقوق فوق الشلال وفي طبقات واجهة الشلال وما حدث يعني ولا شيء. درنا إجراءات وغلقنا الممرات التي تؤدي إلى أسفل الشلال وبقات الساحة يعني مفتوحة للمواطنين، ولكن على إثر الهزة الارتدادية الأخيرة يعني لضرب الصباح اليوم على فجر اليوم على الساعة 3:37 وقع انكسار لواجهة الشلال وتفتحت الشق الكبير اللي حدث في زلزال 2003 راه عاود توسع أكثر. هذا الانكسار هو عادي جدا لان احنا هذا الشلال متكون من طبقات كلسيه وهو ترسب عمودي، اي حركه بسيطه او اهتزاز خفيف راح تنزلق الطبقات عن بعضها البعض، وهذا ما حدث الان وهو عادي جدا الحمد لله يعني سلامات. حدث في الليل وما كانش الزوار الكرام وكذلك ما كانش الاعوان الوكاله، ودركا ما نقدروا نديروا حتى تدخل حتى تنتهي الهزات الارتداديه ونعاودوا نتدخلوا، وان شاء الله راهي الطبيعه تكون نفسها بنفسها. امين ان شاء الله.